لاقت دورة الألعاب المدرسية الدولية التي تقام على أرض مملكة البحرين لأول مرة لاقت اهتماما إعلاميا وإقليميا ودوليا كبيرا نظرا لما تشهده من حسن تنظيم. وشهدت هذه الدورة تميزا كبيرا في تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة في المجالات العلمية والأكاديمية والجولات السياحية وغيرها. دورة الألعاب المدرسية التي تقام على أرض مملكة البحرين بمشاركة أكثر من 80 اتحاداً من أكثر من 70 دولة حول العالم شهدت اهتماماً إعلامياً كبيراً، خصوصاً مع بدء المنافسة بين أكثر من 5500 مشارك في 26 رياضة مختلفة، حيث بدأ الاهتمام الإعلامي منذ لحظة وصولهم الأولى إلى مملكة البحرين. اللجنة المنظمة العليا للدورة بيّنت مدى الاستعداد والجاهزية الكبيرة التي قامت عليها اللجنة لاستقبال هذا العدد الكبير من اللاعبين والوفود المرافقة لهم في أجواء من الحماسة والاهتمام الكبير من قبل المؤسسات الإعلامية المختلفة في المملكة، بالإضافة للاهتمام الدولي الكبير من قبل الاتحاد الدولي لرياضة المدارس، وهو ما أعطى لهذه النسخة خصوصية مختلفة لكونها تقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وسائل الإعلام المختلفة أبدت اهتماماً كبيراً في تداول أخبار الدورة عبر مختلف المنصات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة التي عكست الاهتمام المجتمعي بهذه الدورة، بالإضافة إلى التفاعل الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل المشاركين من مختلف الفعاليات المصاحبة للدورة التي اشتملت على فعاليات أكاديمية وعلمية دمجت العلوم الرياضية بالممارسة الميدانية، بالإضافة إلى الجولات السياحية للوفود المشاركة لمختلف معالي من مملكة البحرين السياحية. نجاح التغطية الإعلامية لهذه الدورة يؤكد النجاح الكبير الذي حققته المملكة في حسن تنظيم هذه النسخة عبر تضافر الجهود الوطنية المختلفة للوزارات والمؤسسات الوطنية المختصة التي عملت بكل إخلاص لإنجاح هذه النسخة من الدورة على أرض مملكة البحرين.